واش غادي نقول لك. الصراحه انا غادي نقول لك ما نطولش عليك بزاف. الطموح ديالي هو خويا باغي نخوي هاد البلاد. انا باغي اخويا نمشي على برا. كذب عليك انا اخويا ما هاد المغرب هذا انا كذب عليك انا ما عطانيش. انا باغي اخويا نعيش مع هادوك الناس. مشيت انا لميلانو نشوف اخينا الجداد. انا مغرب اخويا انت كتشوف سبته هي اخي سبته اللي كنا كندخلوا لها هي اخويا سدوها وحنا بقينا اخويا هنايا حنا جالسين انت كتشوف. اللهم الله كنطلبوا من الله يدير لنا ربي شي تاول ديال الخير وربي يدعي معانا اخويا نجيبوها حتى حنا مورا البحر. حنا باغيين نجيبوها حتى حنا مورا البحر نمشيو نبدلو اخي نشوفو يدك شي تما خويا واخا ما كاين لا فهمتي واخا المغرب هو زوين الصراحه هو المغرب زوين هو شنو المغرب خصو يكون عندك الفلوس. ما كانش عندك الفلوس اخويا راه غادي تعيش مكرفس. اللهم نمشيو لتما نعيشو المهم نعيشو نشوفو حنا غير دوك الناس نشوفو ديك الناس عاطيك تما الحقوق ديالك. انا اخويا هنايا ما البلاد ما تعطيك لا حقوق لا والو هنايا مكرفاس بنادم اخي. هنا ما كانش عندك اخي شي وظيفه ديالك شي حاجه ديالك اخي تعيش مكرفس تما في اوروبا صاحبي. وانا يا سير اخي هنايا غير الطبيب سير عندهم مقطع كامل كدا اول حاجه ما غادي يقولوا لك ما يديوهاش فيك. ثاني حاجه غادي يقولك خلص عاد اج تما لا تما بعدا غادي يديوك غادي يعناو بيك غادي يسولوك غادي بعدا اول حاجه بعدا غادي يمشيو غادي يداويوك ومن بعد يقول لك واش عندك خلص ما عندكش كي تيقولوا لك لا يعاون. انا يلا انا واش عندهم مقطع طراف الله لا الدواء فيك بلا اخويا المغرب ما تمناش. انا كنضم الله سبحانه وتعالى ربي يزني من المغرب. انا باغي نمشي اخويا لشي بلاصه من غير المغرب. المغرب اخويا انا كذب عليك بالنسبه لي انا يا ما تما ما بقاش انا لايق ليا اخويا. انا باغي نمشي مورا البحر اخويا. انا باغي نمشي لتما اسبانيا. المهم انا نخرج غير من المغرب نخرج غير من المغرب نمشي لاي بلاد اخويا. المهم ما بقاش في المغرب كذب عليك. الزميل ديالي ها هو تا هو راه عنده ما يقول هاك اخويا صافي. المهم اخويا هو ما بغاش يهضر هو راه حشم. وهذه هي الهضره اخويا اللي غادي نقول لك. او سندير اخويا خويا عبد النور تا هو يا تحيه ليه من هنا يا راه تا هو باغي خويا معايا هاد الارض. وانا ما انا خويا نخويو بهاد الارض هذه راه طلعنا المغرب في راسنا خويا نكذب عليك. ما بلد ما تلعب بالنسبه ليا انا يا خويا فهمتين. بعدا المغرب انا ما عطانيش هذه الهضره اللي غادي نقول لك اخويا. بسم الله ربي خرينا وما جابش الله ولكن الحمد لله عايش بخير هو هذاك. وانا باغي نمشي اخويا للغربه الله يحفظك.